السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم لمتابعة آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم على الوطنية واحد، ونبدأها بالعناوين. رئيس الحكومة يؤكد أن تغيير الحكومة يجب أن لا يضع التزامات الدولة ومصالحها في الميزان، ويجعل الثقة تهتز من جديد مع شركاء تونس الدولي. في يوم العلم، رئيس الجمهورية يدعو لمزيد الاهتمام بالمبتكرين والمخترعين وتكريم المتفوقين في الامتحانات الوطنية وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. مجلس نواب الشعب يفشل من جديد في انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين لعضوية المحكمة الدستورية رغم اكتمال نصاب النواب المحدد لإجراء الانتخابات. قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعيين هشام الفوراتي وزيرا للداخلية وفق بلاغ صدر هذا المساء عن رئاسة الحكومة. وهشام الفوراتي حاصل على شهادة الإجازة في الحقوق من كلية الحقوق بتونس، وعلى شهادة ختم الدراسة للمرحلة العليا من المدرسة الوطنية للإدارة، ومستشار المصالح العمومية بوزارة الداخلية منذ سنة 1996. ويشغل الفوراتي حاليا خطة رئيس ديوان وزير الداخلية منذ فيفري 2015، كما سبق له أن تحمل عددا آخر من المسؤوليات. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أجرى حوارا مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، قال خلاله إن تغيير الحكومة يجب أن لا يضع التزامات الدولة ومصالحها في الميزان، فتهتز الثقة من جديد مع شركاء تونس الدولي. قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن هناك أولويات والتزامات هامة خلال الفترة القادمة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، تشمل الانتهاء من المفاوضات الاجتماعية مع المنظمة الشغيلة قبل موفى سبتمبر القادم، والاستعداد لمراجعة صندوق النقد الدولي بعد أقل من شهر حتى يتسنى دفع القسط الرابع المبرمج في أكتوبر لتمويل ميزانية الدولة، إلى جانب الاستعداد لخروج تونس إلى السوق المالية في سبتمبر القادم وانكباب الحكومة حاليا على إعداد قانون المالية للسنة القادمة. وأفاد أن الحديث عن تغيير الحكومة فيه مخاطر على الاقتصاد التونسي وعلى الوضع العام ككل، ومن واجبه ومسؤوليته تنبيه الرأي العام لذلك دون تمسك بالمنصب، بل مع انفتاح على كل تمشن للخروج من الأزمة بما في ذلك الرجوع إلى البرلمان. واعتبر رئيس الحكومة أن تقييم العمل الحكومي يجب أن ينبني على معطيات وأرقام دقيقة وعلى حقيقة الوضع الذي وجدته الحكومة وعلى متابعة ما تعهدت به عند توليها لمهامها. وبخصوص الوضع الاقتصادي، قال يوسف شاهد أن المؤشرات الاقتصادية تحسنت، من ذلك تسجيل نسبة نمو ب 2.5% في الثلاثي الأول من هذا العام وتوقعات ببلوغ 3% في الثلاثي الثاني. واعتبر تشكيك البعض فيه ليس في محله، لكنه لم ينفي ضرورة دعم هذه المؤشرات وتحسينها حتى يشعر بها التونسيون في حياتهم اليومية. وأوضح أن النمو اليوم في تونس متأثر من عودة الحركة الاقتصادية بتطور الصادرات والسياحة وبتقلص البطالة لدى حاملي الشهادات العليا ب 2%، على أن مستويات التضخم ستتراجع وسعر صرف الدينار سيبدأ في التحسن نهاية هذه السنة. وفي سياق ثاني، اعتبر رئيس الحكومة يوسف شاهد أن التجاذبات السياسية الحادة في البلاد أدت إلى تعطل المشاورات من أجل القيام بتحوير وزاري. وبخصوص الأزمة السياسية المتصلة بحكومة الوحدة الوطنية والتجاذبات السياسية الجارية بشأنها، أكد شاهد أن أغلب أعضاء الحكومة الحالية هم من حركة نداء تونس، مبينا أن حركة النهضة ليست الجهة الوحيدة التي تدعم الحكومة. وقال إن ما يروج حول نيته تأسيس حزب جديد لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة مجرد لغو على فرضية تمسكه بالدفاع عن ما سماه إصلاح حركة نداء تونس. وأكد يوسف الشاهد أن الوضع خاصة على مستوى التركيز على إنجاح الموسم السياحي وضمان الاستقرار الأمني يتطلب تعيين وزيرة داخلية، وهذا ما سيقوم به خلال الساعات القليلة القادمة. كما شدد على أن الحرب على الفساد لم تتوقف وأن الحكومة متمسكة بها رغم وجود أطراف تسعى إلى تعطيلها. دعا رئيس الجمهورية البجي قايد السبسي في الكلمة التي ألقاها الثلاثاء بمناسبة الاحتفال بيوم العلم إلى مزيد الاهتمام بالمبتكرين والمخترعين وإلى العلم والمعرفة المكانة التي يستحقانها. أبرز رئيس الجمهورية البجي قايد السبسي خلال موكب الاحتفال بيوم العلم ضرورة الاهتمام بالمبتكرين التونسيين ومساعدة المخترعين ودعم تنفيذ أفكارهم وتحويلها إلى واقع اقتصادي ملموس. يتعين العمل على مزيد حث الكفاءات التونسية على استنباط الحلول
في مجالات حيوية لاقتصادنا ومستقبل أمننا القومي كالمياه والطاقة والصحة والأمن الغذائي والعسكري وكافة مجالات اقتصاد المعرفة، هذا فضلاً عن ضرورة مواكبة الثورة العلمية الراهنة في مجالات الذكاء الاصطناعي. ودعا رئيس الجمهورية سائر المتدخلين في الشأن العلمي والمعرفي للعمل على تنمية الوعي لدى التونسيين بأهمية العلم كقيمة ثقافية، مؤكدا أن نجاعة المنظومات البحثية والتعليمية والتكوينية مرتبط شديد الارتباط بقدرتها على مواكبة التطورات العلمية الهائلة في العالم. أود بهذه المناسبة دعوة سائر المتدخلين في الشأن التربوي والعلمي والمعرفي في بلادنا إلى العمل على تنمية الوعي لدى التونسيين بأهمية العلم نظراً لتأثيره على حياتهم اليومية وارتباطهم بحاجياتهم حاضراً ومستقبلاً. من جهته أبرز وزير التربية حاتم بن سالم ما أولته الوزارة من صيانة للمؤسسات التربوية باعتبارها الفضاء الأول لاحتكاك التلميذ بمؤسسات الدولة إيماناً بضرورة الارتقاء بجودة التعليم. إن الفضاء التربوي هو أول فضاء يحتك فيه التلميذ بمؤسسات الدولة، وهو الفضاء الذي تنحت فيه شخصيته بمختلف أبعادها. لذلك فقد أولت الوزارة خلال السنة الدراسية الحالية عناية خاصة بصيانة المؤسسات التربوية، وحرصت على تعبئة الموارد الداخلية والخارجية للارتقاء بجودة الفضاء التربوي. وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس على أهمية إصلاح منظومة التعليم العالي كمدخل أساسي لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمجتمعية. يمثل إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي أحد أهم أولويات حكومة الوحدة الوطنية وركيزة هامة لتحقيق مختلف أهداف الأهداف المرسومة جماعياً، سواء في باب تسوية وتسريع نسق النمو لتحقيق أهداف التنمية، أو في باب مكافحة الفساد وإرساء الحوكمة الرشيدة والتشغيل أو غيرها من المحاور وثيقة كارتاج. إذ نعتبر أن إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي يشكل مدخلاً أساسياً لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمجتمعية العميقة التي تقتضيها الاستراتيجية التنموية الوطنية الشاملة. موكب الاحتفال بيوم العلم الذي انتظم بحضور رئيس الحكومة وعدد من أعضائها وممثلين عن الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية تضمن تكريم المتفوقين في الامتحانات الوطنية وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وعلى هامش موكب تكريم النجباء والمتفوقين في يوم العلم، كاميرا الأخبار رصدت انطباعات بعض المتوجين في هذه المناسبة. ازدان قصر قرطاج بثلة من النجباء والمتفوقين في الامتحانات الوطنية والأبحاث العلمية وغيرها من الميادين المعرفية، وقد تم تتويج سنوات من البذل والعطاء والاجتهاد بتكريمهم وطنيا اعترافا بتميزهم. إن شاء الله يفتح برشا أفق في الخدمة إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله حتى في الريشيرش الانترناسيونال. الوصول تاعي هوني هي مش برشا عبيد عاونونا من البريمير والليسي والمكتب وسورتو العائله. الباك هي جست بير باش يحل على برشا حاجات اخرين، باش نعمل الهندسه دكتور كيف قرايه اخرى، وان شاء الله نكمل بالتوفيق. لم يستثني هذا التكريم الوطني من فاته قطار المعرفه ولحق حديثا في سن متاخره بمقاعد الدراسه كفاطمه التي عادت لتنهل من العلم منذ سنتين. فرحانة على الاخر الحمد لله، ما كناش نستنوا فيها بصراحة. أنا نحب نقرأ خاطر احنا ما قريناش قبل، الحمد لله قرينا فرنسية وانجلية عربي عمين قرينا عمين عملوا لسني. كما حظي عدد من أبناء تونس من بين الذين خطوا بنجاح مسيرة علمية رائدة بتتويج يعترف بكفاءاتهم في المجالات البحثية. ما كنش ننتظر بالكل، فرحان ياسر خاطر بعيد ديما يفرح الانسان. وبالنسبه لنا نشكر تونس خاطر تونس مستعني حتى بالمواطنين اللي نتاعها في الخارج. احنا تونسي في الخارج نجموا نعاونوا تونس حتى كي نبداو بالخارج، والتتويج هذا مش حتى لينا للباحثين التونسيين اللي في الخارج كل اللي ديما نخليو كونتاكت مع بلادنا
وديما سواء نجيبوا ديتيديون نحاولوا نعاونوا افيك دي كونفونسيون دو كولابوراسيون مع الجامعات هنا في تونس، وهذا دورنا والواجب نتاعنا. درار أضاءت قصر قرطاج وأثبتت في يوم العلم أن تونس تزخر بالكفاءات الوطنية المتفوقة على المستوى الوطني والعالمي. في مجلس نواب الشعب لم يتمكن النواب الثلاثاء خلال جلسة عامة من انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية لعدم حصول توافق بين مختلف الكتل النيابية حول مترشح من ضمن 11 مترشحا. للمرة الرابعة على التوالي يفشل البرلمانيون في انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين لاستكمال تركيبة المحكمة الدستورية رغم استكمال نصاب النواب المحدد لإجراء الانتخابات، وبالتالي فإنه لم يتحصل أي من المترشحين على نصاب التصويت المطلوب والمقدر ب 145 صوتا. اليوم فما 176 نائب، معناه أدلى بصوته اليوم، وكان هذايا معناها ما وصلش للعدد اللي حاجتنا به، والأصوات كانت متشتتة مش موجهة للمرشح معين. وبحسب عدد من النواب فإن التشتت في الأصوات جاء نتيجة لعدم حصول توافق بين مختلف الكتل النيابية صلب لجنة التوافقات التي اجتمعت قبل انعقاد الجلسة. للأسف الشديد ما توصلناش إلى توافق باعتبار أنه فما زوز كتل، وهي كتلة النداء وكتلة المشروع، عندهم تحفظات على أحد المترشحين وهو الأستاذ العياش الهمامي، ورافضين أنه يصوتوا الأستاذ العياش الهمامي بالرغم أنه أمضاه على محضر واتفاق عنده مدة. فما بعض الكتل شدت في اسم برك، يعني كلك يا هذا أو لا، ما حبوش يتنازلوا بكل، وهذاك علاش فما الاسم اللي قلناه هو العياش الهمامي، وقع فيه احتراز من أول مرة يعني مش من توا، وأربع مرات نعدي والفوت ما يتعديش. الكتلة الديمقراطية تمسكت بمرشحها كشرط أساسي للتوافق، الكتلة الاتحاد الوطني الحر نفس الشيء، وكتلة الجبهة الشعبية كيف كيف، رغم أنها مقدمة ثلاثة أسماء لكن أيضا تعتقد أنه فما اسم من الأسماء الثلاثة هذوما لابد أن يكون موجود في التوافقات. احنا المنطقة دي ما نجبوش نخرطوا فيه. نتيجة الانتخابات بدت متوقعة لدى العديد من الكتل النيابية الأخرى المتفقة فيما بينها على أسماء المترشحين. ما توقعناه حصل، لأنه في سياق متاع التجاذبات السياسية حول الملف الحكومي وغيره في الفترة دي يصعب إن لم يكن يستحيل الحصول على أغلبية الثلثين، فجربنا لم يتحقق هذا، ونحتاج إلى مناخات أفضل في البلاد باش نجم نحقق التوافقات نتاع الثلثين إن شاء الله. وهذا مش يتم على حساب المؤسسات الدستورية، اللي كان من المفترض أن المحكمة الدستورية من أهم الأسس نتاع مؤسساتنا. ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد لاحق لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية إن حصل توافق بين الكتل النيابية. استقبل رئيس الجمهورية الثلاثاء وزير العدل غازي جريبي الذي قدم له تقريرا حول نتائج أعمال لجنة العفو الخاص، وقرر الموافقة على مقترح اللجنة المتعلق بالتمديد في فترة العمل بالمقاييس الاستثنائية لمنح العفو في قضايا الشيك دون رصيد. وأوضح وزير العدل أن لجنة العفو الخاص التي اجتمعت في مناسبتين فحصت 2321 ملفا وقبلت إحالة 1891 منها على رئيس الجمهورية للتمتيع بالعفو الخاص. وأضاف جريبي أن أصناف المتمتعين بالعفو الخاص هم السجينات المبتدئات المتهمات في جرائم عادية، أما البقية فهم من تمتع بالعفو التأهيلي ومن تبقت له عقوبة سجن مدتها 6 أشهر وما دون ذلك، إلى جانب المتهمين المدانين باستهلاك مادة مخدرة والذين صدرت في حقهم أحكام بالسجن لمدة تقل عن 2 عامين، فضلا عن المدانين في قضايا إصدار شيك دون رصيد والذين قاموا بخلاص أصل الدين والخطايا المترتبة عن ذلك. تحيي تونس اليوم الأربعاء الذكرى 61 لإعلان الجمهورية، مناسبة نستحضر خلالها تضحية جيل ساهم في إرساء النظام الجمهوري وبناء الدولة الوطنية. يوم لن ينسى من حياة الشعب التونسي عاشه جيل الاستقلال صبيحة 25 من جويليا 57، تسمر فيه الملايين حول الراديو يستمعون إلى أعضاء أول مجلس تأسيسي يتداولون في شأن تغيير النظام الملكي. في هذا اليوم، يوم الخميس 25 جويليا 1957، بإجماع الحاضرين كلهم
أجبتم بنعم على إلغاء الملوكية، فعليه أعلن الجمهورية اليوم بإجماعكم بإرادتكم وإرادة الشعب وتعيين السيد الرئيس الحبيب بورجيبة على رأس موقتا ريثما يتم الدستور. طويت صفحة قرنين ونصف من العرش الملكي. غادر بعدها لمين باي قرطاج ليشغل مكانه الزعيم لحبيب بورجيبة رئيسا مؤقتا، ريثما تتم كتابة دستور جمهوري جديد. كانت أعوام الجمهورية الوليدة حبلى بالتحديات وخصبة بالإنجازات، حيث بنيت أسس الدولة الحديثة في تلك السنوات المفعمة حماسا وعزما، وكانت معارك تحرير الأرض من آخر جحافل الاستعمار التي خط فيها أبطال الجيش والحرس الوطنيين الحديثين آيات البطولة من رمادة إلى حرب تحرير بنزرت المجيدة. أعوام تحدى فيها الزعيم لحبيب بورجيبة رفقة شباب الاستقلال كل مظاهر الفقر والجهل والمرض فيما سماه الجهاد الأكبر، وكانت الحرب ضد الجهل والتخلف الذي كان يتخبط فيها المجتمع، فشنت برامج شجاعة وصعبة لاستئصال الأمراض السائدة ولفائدة صحة الأم والطفل. وكانت الجمهورية سبباً في تعميم التعليم ومحو الأمية، وما إن جاء عام 64 حتى قرر الزعيم بورجيبة تأميم أراضي المعمرين وطردهم، فتحررت تونس نهائياً من براثن الاستعمار. وكانت الجمهورية الداعمة لإشاعة تونس الخارجي بفضل شخصية زعيمها الذي وفر لها الدعم المادي والفني الذي كانت الفتية محتاجة له. ميلاد الجمهورية لم يكن تغيير أشخاص وتبديل مراكز نفوذ، بل كان ثورة على قرون جمود طال. فكانت الجمهورية ضخا لدماء جديدة حلم بها جيل من المكافحين والشهداء رحمهم الله. في الشأن العربي، وفي زيارة رسمية لها إلى ليبيا هي الأولى منذ توليها منصبها الشهر الماضي، بحثت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا تيرنتا مع المسؤولين في حكومة الوفاق الوطني جملة من المحاور، من بينها ملف الهجرة غير الشرعية وعودة الشركات والتعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب والتعاون الدفاعي والأمني المشترك، كما بحث عودة الشركات الإيطالية لاستئناف عملها في ليبيا. عربيا دائما، أعلنت ما تسمى الخوذ البيضاء في سوريا أن المئات من عناصرها ما زالوا عالقين جنوب البلاد. يأتي هذا فيما تتواصل التحذيرات والمخاوف من الوضع الإنساني المتدهور في عدد من المناطق السورية. ما يزال المئات من عناصر ما يسمى بمنظمة الدفاع المدني السورية المعروفة اختصارا بالخوذ البيضاء عالقين في جنوب سوريا في انتظار إجلائهم وسط مخاوف على مصيرهم، وفق شهادات عدد من عناصرها في ظل محاصرة القوات السورية لهم من ثلاث جهات والمحتل الإسرائيلي من الجهة الرابعة، وغدت أيضا إجلاء أكثر من 400 منهم مع عائلتهم إلى الأردن. وتنفي الأمم المتحدة أي دور لها في عملية الإجلاء الأحد الماضي. يأتي هذا فيما تتواصل الأزمة الإنسانية في سوريا وتتفاقم في بعض المناطق رغم الجهود الدولية المبذولة للحد منها. ففي حين أكدت الحكومة الروسية أن التنسيق المشترك بين وزارتي الدفاع والخارجية سمح بتطوير خطة عمل كانت قد وضعتها منذ فترة قصيرة بشأن تأمين أفضل الظروف للاجئين السوريين الراغبين في الرجوع إلى ديارهم، أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة ما تزال غير قادرة على الوصول إلى المدنيين جنوب غرب سوريا سيما الموجودين بمدينة القنيطرة. وأعرب المسؤول الأممي عن قلق المنظمة الأممية إزاء سلامة السكان وحمايتهم جنوب غرب سوريا، وأضاف أنه بينما تستمر أرقام إجمالية في التذبذب يوميا فإن ما يقدر بنحو 200,000 شخص ما يزالون نازحين، وأن تقارير أفادت بأن تصاعد أعمال العنف أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين والتشريد الجماعي والخدمات المتقطعة. نهاية النشر وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الحكومة يؤكد أن تغيير الحكومة يجب أن لا يضع التزامات الدولة ومصالحها في الميزان ويجعل الثقة تهتز من جديد مع شركاء تونس الدوليين. في يوم العلم، رئيس الجمهورية يدعو لمزيد الاهتمام بالمبتكرين والمخترعين وتكريم المتفوقين في الامتحانات الوطنية وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
مجلس نواب الشعب يفشل من جديد في انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين لعضوية المحكمة الدستورية رغم اكتمال نصاب النواب المحدد لإجراء الانتخابات. وبإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا لحسن المتابعة والاهتمام، في أمان الله.